بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. بعد أيام نستقبل ذكرى عاشوراء، ذكرى حركة الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه وآله. ونحن نعيش أجواء الحسين وذكرى الحسين، علينا أن نستلهم دروسا تربوية وروحية من حركة الحسين عليه السلام. الدرس الأول ألا وهو البصيرة. عندما احتدم القتال قال عمرو بن الحجاج الزبيدي لعمر بن سعد: أتدرون من تقاتلون؟ إنما نقاتل فرسان مصر وأهل البصائر. العدو يعبر عن الحسين وأصحابه بأنهم أهل البصائر. وما معنى البصيرة؟ القرآن الكريم يتكلم عن النبي المصطفى محمد، يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. البصيرة الوضوح في الطريق، عندما يكون طريقك واضحا فأنت على بصيرة. عندما تعرف أول الطريق، وسط الطريق، نهاية الطريق، أنت على بصيرة. ورد عن الرسول صلى الله عليه وآله: رحم الله عبدا عرف من أين وفي أين وإلى أين. الذي يعرف الطريق هو إنسان ذو بصيرة. عليك دائما أن تعرف طريقك، إلى أين أنت ذاهب، إلى أين أنت ماضي، أين يأخذ بك الطريق، أين تأخذ بك الوظيفة، أين تأخذ بك الدراسة، أين تأخذ بك المناصب. لابد أن تتضح لك الرؤية، لابد أن يتضح لك الطريق لتكون على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا هو الدرس الأول من الحسين عليه السلام. الدرس الثاني من الحسين: المحافظة على الصلاة الخاشعة في أوقاتها. لاحظوا، في يوم عاشوراء والحرب قائمة والقتال قائم، أقبل أبو ثمامة الصيداوي إلى الإمام الحسين عليه السلام، قال: يا أبا عبد الله، لقد حضر وقت الصلاة، ولا أحب أن أخرج من الدنيا إلا وقد صليت معك هذه الصلاة. فنظر الحسين إلى الوقت، رأى أن وقت الظهر. قولوا لهؤلاء القوم: يكفون عنا بعض الوقت حتى نصلي لربنا. فقالوا لك ذلك. فتقدم الحسين يصلي، والسهام تترى عليه من كل جانب وهو لا يبالي بها. الحسين
يمثل صورة أخرى عن أبيه أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم صفين. الإمام علي يوم صفين جاء ووقف والقتال قائم وظل يصلي. قالوا: يا أبا الحسن، أهذا وقت صلاة؟ هذا وقت قتال. قال: على ما نقاتلهم؟ الصلاة، المحافظة على الصلاة في أول وقتها، المحافظة على الصلاة الخاشعة التي يقول عنها القرآن الكريم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. المحافظة على الصلاة في أول وقتها بخشوع وطمأنينة هو درس تربوي نستفيده من يوم عاشوراء، نستفيده من حركة الحسين عليه السلام. الدرس الثالث: العزة. لاحظوا القرآن الكريم ماذا يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الحسين بن علي جسد العزة يوم عاشوراء، الحسين بن علي آثر العزة يوم عاشوراء. ما هي العزة؟ العزة أن لا تذل نفسك وأنت مؤمن. المؤمن إذا أذل نفسه أذل الإيمان الذي في قلبه، المؤمن إذا أذل نفسه أذل الدين الذي يحمله. لذلك على المؤمن أن لا يذل نفسه. ورد عن النبي محمد إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض إليه أن يذل نفسه. أنت كمؤمن لك كثير من المباحات، لكن هناك شيء واحد: أن لا تذل نفسك، لأن إذلال النفس إذلال للإيمان الذي تحمله. حتى لو كان أمرا مباحا، أحيانا الإنسان يحتاج إلى مبلغ من المال يذل نفسه حتى يحصل على ذلك المبلغ، أحيانا الإنسان يحتاج إلى وظيفة، يحتاج إلى منصب، يذل نفسه حتى يحصل على ذلك المنصب، على تلك الوظيفة. أحيانا لرغبة تافهة، لرغبة جنسية يذل نفسه، لرغبة مالية يذل نفسه، لرغبة طعامية يذل نفسه. لا تذل نفسك لأدنى رغبة، لا تذل نفسك لأية رغبة. احمل العزة بين جنبيك، كن عزيزا، لأنك إذا كنت عزيزا أعززت الإيمان والدين الذي تحمله في شخصيتك. الحسين عليه السلام يعلمنا العزة: والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أقر إقرار العبيد. ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. الدرس الرابع الذي نستفيده من حركة الحسين عليه السلام: الصبر وقوة الإرادة. الحسين قتل أولاده لم يتنازل، قتل أصحابه لم يتنازل، اعتدي على حريمه لم يتنازل، أصر على طريقه، أصر على دربه، أصر على تحقيق أهدافه. ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الحسين يعلمنا قوة الإرادة،
أن تكون إرادتنا حديدية صلبة متماسكة، أن تكون لنا إرادة قوية شامخة. لاحظوا، كونوا صابرين عن المعصية، أي شيء أدنى شيء يفقدك الصبر هو المعصية. إذا أثيرت أمامك المعصية، إذا زينت لك المعصية، إذا زينت لك الرذيلة، هل تصبر؟ هل أنت قوي الإرادة أمام المعاصي؟ أمام إذا كنت فعلا قوي النفس أمام المعصية، أمام الشهوة، فأنت حسيني، أنت اقتديت بالحسين في قوة صبره، في قوة إرادته، في بعده عن الشهوات، في بعده عن الغرائز. هكذا الحسين يعلمنا الصبر، وهو الذي قال: رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. الدرس الآخر الذي نستفيده من الحسين عليه السلام: البذل والعطاء. نحن ماذا نبذل والحسين ماذا بذل؟ الحسين بذل نفسه وأولاده وكل ما عنده، والغالي والنفيس، كل ذلك في خلال ساعات بذله في سبيل دينه، مبادئه، قيمه. نحن ماذا نبذل؟ نحن نبذل دولار، 100 دولار، 1000 دولار؟ ماذا نبذل في سبيل الدين؟ ماذا نبذل في سبيل المبادئ؟ ماذا نبذل في سبيل القيم؟ مهما بذلنا، أيننا وبذل الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه؟ الحسين أراد أن يعلمنا أن الدين أغلى من أموالنا، الدين أغلى من أولادنا، الدين أغلى من أنفسنا. مهما بذلنا في سبيل الدين فالدين أغلى. لذلك أحد أنصار الحسين ألا وهو أبو الفضل العباس يقول: والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني. الدين أغلى من كل شيء، وعن إمام صادق اليقين. الدروس الأخرى التي نتعلمها من الحسين: الحسين عاش 3 درجات روحية يوم عاشوراء: التوكل، الرضا، التسليم. التوكل على الله، يقول القرآن الكريم: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول القرآن الكريم: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أول درجة روحية تجسدت في الحسين يوم عاشوراء التوكل على الله، الثقة بالله. كان يقول: هون ما نزل بي أنه بعين الله. أنا لست مضطرب، لست قلق، لست جزع، كل ما صدر، كل ما حصل، أنا واثق بأنه في مصلحتي. هون ما نزل بي أنه بعين الله. هذه الدرجة الأولى، درجة التوكل. الدرجة الثانية، درجة الرضا. هل كان الحسين غاضبا؟ هل كان الحسين متأذيا؟ هل كان الحسين متألما؟ أبدا، كان فرحا. حميد بن مسلم وهو من معسكر عمر بن سعد يقول: كان الحسين كلما أقبل الناس عليه يرمونه بالسهام يتهلل وجهه فرحا. وجهه يستقبل السهام والرماح والنبال، يستقبلهم بالبسمة، يستقبلهم وهو فرح، يستقبلهم وهو مسرور. كان مقبلا على الموت والشهادة
بالبسمة بالفرحة. إذن هو كان راضيا بطريقه، فرحا بطريقه، وهذه هي سمة المؤمنين. ولذلك ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. قيل: من هو النفس المطمئنة؟ قال: جدي الحسين بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفد على الله راضيا مرضيا. الدرجة الأخيرة التي جسدها الحسين ابن علي يوم عاشوراء درجة التسليم، الفناء في الله، التسليم لله، كل ما عنده لله. لذلك قال يوم عاشوراء: اللهم رضا بقضائك وتسليما لأمرك يا غياث المستغيثين. وحكي عنه أنه استشهد بهاتين البيتين قائلا: إلهي تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. لقي الله مسلما، لقي الله راضيا، لقي الله مرضيا. علمنا الحسين بحركته يوم عاشوراء أن نختم حياتنا بالعمل الأجمل، بالعمل الأكمل. نسأل الله لنا ولكم أن يرزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا من العاملين لمرضاتك ومن المتجنبين لمعاصيك. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اجعل لنا قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.